الرحمن الرحيم. هو طبعا لازم نفهم الاول بعض البايو ميكانكس الاناتومي والبايو ميكانكس اوف ذا ريست جوينتس اند هاو وي بوكس ترانسميت ثرو ذا ريست جوينت. زي ما انتم شايفين الريست از ارتكيليشن بين ذا كارباس اند ذا لور اند راديوس اند ذا لور اند ulna ثرو ذا ترانجولار فايبر كارب. احنا محتاجين في الريست موشنز وستابيليتي. الارانجمنت اوف ذا the bone itself interdigitate with each other. That makes some sort of instability. ده بالإضافة إلى وجود الليجمنتس around. سواء intrinsic ligaments which hold the bones together أو extrinsic ligaments which is holding the radius with the carpus. But the carpal bones is arranged in eight bones arranged in two rows, proximal row. Proximal row and distal row. حاجة اللي عاوزين نعرفها إن ال في ligaments attached each row with each other, which one with each other. أدي الرو الأولاني اللي هو distal row ده بيبقى fixed. يعني most of the motions, يعني little motions happen between or occurred between the bones in the distal row. ولكن في البروكسيمال رو الاتاتشمنت تو ذا ليجمنتس بتالاو سم موفمنتس بتوين ذا سمول بونز اوف ذا بروكسيمال رو. دي لازم نفهمها. البروكسيمال رو طبعا انتوا عارفين الجمله المشهوره سلوى لازم تلعب بكره عشان تفتكر بس ستارت فروم ذا سكافويد ذا راديال سايد اللي نيت برايكيترا نو ماسلز اتاتشمنت نفهم برضو دي مهمة ان الموشن determined by the shape and ligament attachment. الجزء ده بيسموه انتر يعني الرول ده له اسم تاني اللي هو intercalated segment. عشان لما نيجي نتكلم يقول intercalated segment instability ها يبقى ايه نبقى فاهمين. يبقى البروكسيمال رول what's meant by intercalated segment يعني intercalated يعني محشورة بين اعتبرها محشورة بين distal row and the wrist and the radius on the arm. خلاص كده. الحاجة الثانية distal row قلنا trapezium trapezoid capitated the hamate. قلنا ال functions ده one joint one unit لأن ال ligaments تقريبا it doesn't allow any movements but it acts as one joint. Most of the motions happen through the proximal one. خلاص كده. الليجمنتس اللي ماسكه في الريست جوينتس في احنا قلنا intrinsic ligaments which is holding the bones together. Extrinsic ligaments which is holding the radius with the carpus. ف لو احنا خدنا الانترنسك ليجمنتس احنا بين السكافويد واليونيت يبقى سكافي اليونر ليجمنت عشان بس ما ايه ما ننساش. راديو المر كده يعني تمام ليونو ترايكيتر ليجمنت هم دول فيرس طبعا هو 3 بارتس والثاني 3 بارتس هنشوف الاتاتشمنت 3 بارتس يعني دورسال وولر وينتر ايه وينتروس معايا نفس الكلام ليونو ترايكيتر ليجمنت خلاص كده انترنسك ليجمنتس قلنا بين ذا روز برضه بين البروكسيمال رو والديستال رو واحنا لما جينا اتكلمنا في المحاضره السابقه على الميد تربل مشكلتها ايه؟ لما بيحصل انجري في الليجمنتس اللي بين ذا بروكسيمال والديستال تمام؟ تمام. الاكسترنسك ليجمنتس قلنا ها بين الراديوس والعرف عندنا بالمر ودورس خلاص؟ الدورسال ليجمنتس خلينا الاول ادي في البالمر وانا حاجه كلهم رايحين ايه الايه الكافيتيت ها يبقى عندك راديو سكافو راديو سكافو كافيتيت يبقى راديو سكافويد وبعدين راديو سكافو كافيتيت ها وبعدين بين الايه الراديوس واليونيت يبقى عشان تمسك الراديوس عشان هتنسى طبعا الناس اللي حضرت معانا لسه ارثروسكوبي you cannot see the ligaments from outside يعني ما بتقدرش لان هي والكبسول بيبقى امالجاميتد ويجي اخر
لكن وانت بتشغل سكوب لما نفرجها لكم بتقدر تشوف الليمنتس فروم انسايد. يعني معايا؟ يعني انت لما تيجي تفتح من فوق بيبقى صعب انك انت ايدنتيفاي المنظر اللي احنا بنقوله ده، لكن من جوه بتشوف خلاص كده. وفي قلنا ها راديو راديو سكافويد، ها راديو سكافو كابيتيت، ها والراديو ليونر شورت ولونج، تمام. والبالمر هنروح بقى جهه القلب، يبقى في ايه؟ قلب كابيتيت، ها قلب ترايكيتر، كل يعني بنحاول يوصلوا مع بعض، ها ماشي كده. نيجي بقى الدورسل راديو ترايكيترال ليجمنت، خلاص هنشوف الكلام ده في معايا. طبعا الليجمنتس دي احنا قلنا في الميد كاربل انستابيليتي قبل كده اتكلمنا عليه، خلاص كده اللي هو ده الميد كاربلز، ودول ها اللي هم الفولر ليجمنتس، راديو سكافو كابيتيت ليجمنت. لو لاحظت حتى لو بصيت هنا برضه الليجمنتس ده اهو شايفه كده ماشي، ايه ده الاستالوب السكافويد تيوبروزيتي، صح كده؟ يبقى ماشي ده عند الويست اوف ذا سكافويد. لما بيحصل روتاتوري انستابيليتي في السكافويد يعني الليجمنتس بتبقى اتشت بتبقى لوست، ده بيأكت از فالكرم، فالكرم بتعدي عليه السكافويد، يعني فالكرم يعني حاجه كده بتبقى فليكسد عليه. ولو لاحظتوا ان الـ هنا الجزء ده الجزء اهو ها رايحين الكابيتيت اهو، في حته فاضيه، في حته فاضيه مش نوت سبورتد باي ذا ليجمنتس، ده السبيس اوف فور يير السبيس ده ثرو ويتش ذا يونيت لان ويك بوينت ديسلوكيت، ماشي حل. يبقى ده ويك نوت البيه انه ها نوت سبورتد باي ليجمنتس، حته فاضيه خالص ماشي. فبيبقى الليجمنتس باتس اللي هو اللي لو بلاد سبلاي لسه اللي هو الحته ده اللي هي الراديو يونيت ليجمنت، يبقى هو انجل بس هنا ماشي تمام. طبعا انت تعرفوها طبعا، ده مهم عشان بس تعرفوا السبيس ده فاضي، ها اسمه سبيس اوف فور يير خلاص. الحاجه المهمه برضو تعرفها ده في الدورسال بقى، ها وانهم كلهم رايحين كل الدورسال ليجمنتس رايحين جهه الايه؟ التراكيت، تمام كده؟ ده له اهميه عندنا لما بنيجي نعمل اكسبوجرز في الدورسال سايد، ده بيسموه ها دكتور خالد انتر كاربل ليجمنتس، انتر دورسال انتر كاربل ليجمنتس، شايف ماسك من اللي على جهه الاسكافويد ها رايح جهه الايه؟ التراكيت، يبقى ايه؟ من الراديوس من الراديال تو ذا الم، ها احنا قلنا ايه؟ راديو ها تراكيترال ليجمنتس. لما نيجي نعمل اكسبوجرز في دورسال سايد بناخد، لما تيجي تاخد الكبسول بتاخد تعالى اتفضل بتاخد ها انسيجن كده وانسيجنز كده، وبعدين تاخد جزء كده، بتاخد از فلاب بيزد راديال، ده ما بيأثرش على الاستابيليتي اوف ذا دورسال وما بيعملش ها ستيفنس زي ما بتاخد تقطع ثرو ذا ليجمنتس. يبقى انت يو جو ثرو ذا فايبرز ذا دايركشن اوف ذا فايبرز، فما بيحصلش استابيليتي، فده له اهميه عندنا في لما تيجي تعمل اكسبوجر اوف ذا ديستال راديوس، تروح تعمل ايه؟ من الراديوس للغامه من الراديال للترايكيترال يعني، خلاص كده. وبعدين ترجع تاني تاخد من الترايكيترال للايه؟ للراديوس، بعدين تاخده على، فده له اهميه بالنسبه للاكسبوجرز بتاعتك. طبعا الليجمنتس برضه ده له اهميه، خلاص ماشي الحال كده. احنا شوفوا ليه الاتنشن دي، هو طبعا لما هم بيعملوا تبادل وتوافيق، يعني هي بس تعرف زي ما تقعد تلعب لعبه وبعد ما خلاص تفهمها كويس قوي بتقدر تقعد تلاقي ايه تلعب بيها بقى. يعني هو كل لما يحصل مثلا السكافولد تبقى فليكسبل، يعني حصل اللي هو ديز اللي هو السكافولد بقى فليكسبل انستابيليتي، بيجي احيانا ياخد جزء من الليجمنتس ده يعملوا ريه ديتاتشمنت هنا ويبقى ستيل هنا ايه؟ اتاتشمنت هنا، يقوم جاي واخده وموصله هنا علشان ايه؟ يمنع الفليكشن. الفكر واحد بيحشر
تمام كده؟ ما فيهاش يعني، هو عاوزه بس ايه، نوع من الايه؟ انوفيشن، زي التفكير. فهو كل عشان دي فليكسد فبيعمل حاجه اسمها تينوديزيس. فرات تينوديزيس هتشوفوها دلوقتي. فدي اهميه بعض يعني الالات، ومن هنا مش فكره انك انت تعرفه كده. لا، هو اهميته انه له استخدامات. يعني الليجمنتس ده عرفنا له اهميه في الاكسبوجرز، وله اهميه ايه؟ في الايه؟ في الريكونستراكشنز في حالات ها؟ الانستابيليتي، كيف يقول الانستابيليتي؟ يقول لك تبقى ليه؟ ها؟ الاستابوز فليكسي. فهو بقى واخد ها؟ ستريب اوف ليجمنتس اتاتشن ستيل اتاتشن للسكافويد، وبتاخده يقوم يعمل له تينوديزيس فين؟ ها؟ في الدورسال هنا او الكبسول. دي جزئيه. وبالنسبه للبلاس سبلاي باس ان تو دورسال، دي مين اللي دورسال ولا مين اللي بولر؟ ايه ده؟ ان البلاس سبلاي مثلا ناحيه اليونيت بيبقى مين اللي ناحيه البولر ليجمنت وناحيه البولر؟ طب بتسال السؤال ده ليه؟ كل ما كل ليجا كل بول لها بلاس سبلاي خاص بيها. يعني في السكافويد نص البلاس سبلاي جاي في الدورسال، يعني واخد بالك؟ وما تتكلمش عن ليجمنتس، لان الليجمنتس دي اي شوف اي بلاك فيزلز معدي هيدي برانشز دي للكبسول الكلام ده. لكن كل جاي يعني مثلا لما تيجي تقول ان اليونيت ما يحصلها بولر ديسلوكيشن، طب ما كده بقت ايباسكول. لا يا فندم، لانها ستيل لها ها بلاد سبلاي من الليجمنتس. عشان كده حتى لما تيجي تعمل خلينا ناخد الحاجات اللي انتوا دايما تحبوها، يعني اللي هي الاسيدابلا فراكشنز. ليه دايما كان في البوستيريور يقول لك البوستيريور سمعته سيئه قوي، سمعته اللي هو البوستيريور وول فراكشن. خلاص؟ لان انا حضرت كتير كان يعمل عمليه حلوه خالص، يجيب البوم ويحطه هنا ويحط البليتس وكان شكلها حلو، لكن وداوت بلاس سبلاي. اي ليجمنت ما تحاولش تديفايد اي بوم من الليجمنتس اتاتش. يعني حاول دايما ما تسكول working through the fraction، يعني ما تيجي في lower lower end radius ما تجيش تقوم قشرني هي هنا الحته دي كومنيوت كده، ما تجيش تقوم جاي مقشر الكبسول من هنا. طب ما خلاص، ما هي مكسوره هنا وانت شلت الكبسول وما عادش لها بلاد سبلاي، بقت ايه باسكو ستيل البون with its soft tissue attachment is vascularized through the ligaments attachment. عشان كده لما تيجي تعمل مثلا اسيدابلو كل تشوف القواعد في العظم واحده، طبقها لور ليمب ابر ليمب الكلام ده هو كله واحد. ولما تيجي تكلمنا على الاسيدابلو بتاعت بوستيريور مثلا، لما تيجي تشتغل اوعى على تاخد الجزء ده وتسيبه تقطعه من الكبسول، انت تاخده كده تفتحه كانه اوبن بوك. عشان كده لما تيجي تعمل اكسبوجرز ما تجيش ثرو ذا كبسول زي ما بنعمل في التوتال هيب، وقلنا الكلام ده 1000 مره. يوم جاي واخد بالعبشر رين كانه بيعمل توتال هيب. لا، لما تفصل المسلز خلاص كده تفصل المسلز دي امانداتور، يبقى انت خدت المسلز كده والايه والبون كده بالكبسول كده، لانك وانس انك قطعت كده زي التوتال هيب زي ما بنعمل بوستير اكسبوجر. ما هو حلوين بقى هو كله اكسبوجر. لا يا فندم، في دي لا ازاي ها كده. طبعا ما رحنا كل ده باسكولار نكروز ابسوربد وهيب ديسلوكيت وهكذا، ما هو ده نفس الفكره. يبقى يو تراي تو كيب ذا سوفت تيشو اتاتشن تو ذا بونز، معايا؟ دي اهميه. عشان كده لما اليونيت لما بتحصل لها كومبليت ديسلوكيشن ما بتبقاش للباسكولار. ليه؟ لان ستيل لها اتاتشمنت بالبولر ليجامنتس. عرفت بقى؟ عرفت؟ يبقى اي بالليجامنتس ستيل يو هاف بلاد سبلاي ثرو دي ذا بون اتسيلف، معايا؟ او ثرو دي ترافيرسنج بلاد فيزلز. نقول تاني خلاص، عرفتوا بقى اهميه ايه الكلام اللي احنا بنقوله؟ يعني موضوع الاناتومي مش معناه اناتومي كده رخم. حضرتك لما جينا اتكلمنا شوف بالرغم ان الليجامنتس ده تافه جدا، ايه ده؟ ايه ده يعني؟ ها؟ ده سكافو ايه؟ ترابيزيوم ترابيزويد ليجامنت ماشي فين؟ ايه؟ ايه يعني؟ ايه اللي جا من سلام؟ ايه يعني؟ له معنى يعني؟ ايوه فاهم؟ لان في المالتي كارنال انستابيلتي ها؟ اللي جا من دول بيبقى انسفيشنت انفيشنت. وعشان كده لما نيجي نعمل ريكونستراكشن يعني لما نيجي نعمل ها؟ ريبير بنعمل يعني مانجمنت تراي تو ريكونستراكت ذيس ليجمنتس. ذيس ليجمنتس.
ربنا يعني ايه ده هروح ادمغ بالليجمنت لا يا فندم ده دي البيز اوف مانجمنت انتوا خش على الباقي ده الارنجمنت اوف ذا بونز ها هنا سكافويد ها ليونيت تراكيترم ها ترابيزيه ترابيزه ترابيزون كابيتيت ها شايف الليجمنتس سكافل يونر ها ليجمنتس طبعا اللي حاضر معانا لسه ارثروسكوبي اشوفها حلوه خالص جميله ويعرف ازاي في حالات اللي ها في الارثروسكوبيك بساعد اهو كلاسيفيكيشنز جديده ازاي ان الليجمنتس ممكن تلاقيه مقطوع من هنا خلاص وهنا الانتر اوسيوس وستيل اللي هي بيسموه بري دايناميك بري دايناميك ستيت يعني العيال بيبقى عنده ميك فور ريست وتعمل له كاب الاكسريز العاديه بتاعته ستيل ولكن تصير البري دايناميك ستيت ده يجي كل حاجه ده ستيجز قطع جزء من ليجامنت انتر اوسيوس بس ما كملش يبقى قطع فولر ولسه ما قطعش دورس فهمتني؟ ودي ما بتبانش خالص غير ما تخش في الايه؟ بالسكوب ولها تقسيمه جيسلرز عامل لها تقسيمه بالارثروسكوبيك كلاسيفيكيشن ودي تخش العيال يقعد يضطر يطلع ليهم وقعد يشتكي من بين وتعمل له الام ار اي وتعمل له كل حاجه وما فيش وده الكلام اللي اتكلمنا فيه سيمبوزيوم قبل كده قلنا في رول اوف ارثروسكوب تعرفوا ازاي بالبروتمنت زي ما انتم شفتوا كده تيجي تعمل البتاع ده تلاقي رايحه جايه معاك كده كانها يعني زي البيانو يعني تضغط على النت لا بتجري كده معاك anyway. ده برضو عشان تبقى فاهم طبعا طبعا اللي حاضر معانا على الاندوسكوبي هيشوف الليجامنتس ده خلاص اللي هو ثرو ويتش نيورو فاسكولار اللي هو الفاسكولار سبلاي بيروح لليونيك يعني احنا في المنظار لما بتبص بتدور على ده خلاص اللي يشوف بيزلز بالظبط كده تلاقي لونه احمر ما تبص عليه بولر لما نخش دورسال اللون احمر كده لانه في بلاد سبلاي بيسموها راديو سكافل يونيت ليجمنت ده ملوش دور ميكانكس ولكن ثرو ويتش ده بلاد سبلاي جزء وده بيعمل لك ايدنتيفيكيشنز للليجمنتس اللي جنبه واللي بعده اللي هو الايه راديو اللي هو اليونو راديو يونيت ليجمنتس خلاص وراديو سكافل كابيتيت خلاص كده فهمت المهم ده برضه له اهميه في الايه في السكوب لانه ثرو ويتش تقدر تعرف بتقدر تعرف الاسكافل يونر ليجمنت اول ما بتشوفه قدام عينيك يبقى فوق على طول الاسكافل يونر ليجمنت بالمنظار البولر ليجمنت السترونج ده الدورسال واحنا قلنا شفت السبيس اوف بويولير خلاص كده وفي الانتر اوسيس ليجمنت اتكلمنا عليها وقلنا ان معظم الدورسال ليجمنت كونفيرج ناحيه الايه؟ التراكي طيب اللي هم طبعا في ثيوريز كتيره احنا بس جاست ان احنا بنديها لكم كفكره يعني في حاجه اسمها روس ثيوريز كولمز ثيوريز اوفر مش هنتكلم عليها كتير لينك ثيوريز لكن لازم بس تفهموا ان لما بيحصل فورس ترانسميشنز الطبيعي ان احنا محتاجين استابيليتي صح كده؟ لما يكون وان جوينت يبقى اندر كومبريشن طب لو في تو جوينتس هيحصل كولابس يعني الفورس ترانسميتد ها فروم ذا كاربس فروم ذا ميتا كاربل او الهاند يعني ديستال ها هيعدي على ها اللي هو ميت كاربل وبعدين هيعدي على ها الريدو كاربل which is stable لما يعدي بس من وان جوينت ولا ثرو تو جوينتس وما فيش الجوينت انتركليتد ده ملوش اي استابيليتي ده محشور بين الاثنين يوم يحصل ايه كولابس الحاجه اللي بتحافظ على الكولابس دي يبقى لازم في بريدج بين ذا بروكسيمال رو اند ديستال رو يدي ستابيل هي الاسكافويد يعني من غير الاسكافويد يحصل زجزاج زي حاصل كده فعلا ده بيديك زي شريط القطر كده زي عربيات اللي هو عجل القطر عجل القطر تلاقي دايما بين كل عجله والثانيه حاجه كده ماسكه بين العجلتين عشان يعني من الاستابيليتي يعني ده هو ها يعني الفورس ترانسميشنز ها ثرو ذا كاربس ويل ميك سم كولابس زيجزاج يعني كولابس ات ذا ميد كاربل جوينتس دي الانستابيليتي الاسكافويد هنا اتس ا بريدج
between the two rows and gives stability. عشان كده لما بيحصل scaffold fractures يحصل ايه؟ instability. لان ما عادش في بين الاثنين. خلاص كده فهمت؟ تمام تمام تمام. دي النظريات اللي السنتر اوف روتيشن بتاع الريست بيبقى عند هيد اوف ذا كابيتال. معروف ان الفليكشن 60% بيحبس عند الميد كاربن و40% عند ايه؟ الريديو كاربن. ودايما الفليكشنز بيبقى معاه اسوشيتد معاه ايه؟ الله دريفيش. تعرفها منين؟ تعمل ايدك كده تلاقي ناس غصب عنك تلاقي راح الجهاد. تعمل ايدك كده تلاقي رايح على الريديوس. ماشي فاهم؟ يعني عشان ما تنساش يعني. اعمل ايدك كده هتلاقي نفسها غصب عنك راحه جدا. تعمل ايدك كده تلاقي راحه عامه. تمام؟ الاكستنشن 40% بيحوس عكس بقى. عشان كده يا جماعه لما تيجي تكلمني على ميد كاربن فيوجنز او حتى لو عملت بروكسيمال روكاربيكتومي اللي ماست سي تو ذا بيشنت ذات يو ويل هاف اتليست 50% لوس اوف موشن. لانك خلاص انت دلوقتي شلت تو جوينتس عملتها وان جوينت. فانت بتقول للعالم في الاول تقول له خد بالك احنا مش هنعمل لك انت هتحصل على اتليست يعني ماكسيمم 50% من الرينج اوف موشن عشان ما يوجعش دماغك. خلاص تمام تمام. الريديال والاندر ديفيشن قلنا ريكواير بروكسيمال ريفليكشن اند اكستنشن وسام ريديال دايما برضو معاها مش كده بس ده بيحصل نوع من الترانسليشن. نوع من الترانسليشن يعني الكاربس نفسه لما بيروح اندر في فرق بين ترانسليشن وروتيشن معايا تمام كده بيروح جهه الاندر او بيروح جهه الرادياس حسب الايه الدايركشن بتاعي. يعني موضوع الراديال ديفيشنز او الاندر ديفيشن مش جاست ان هي بيحصل فيها ايه فريكشن اكستنشن ماشي احنا لسه قايلين مع الفريكشن يروح اندر ومع الايه اكستنشن يروح راديال. لا ده بيحصل نوع من الترانسليشن عند الراديال. اهميتها يا عمو اللي بيحكم الحكايه دي الاكسترنسك ليجمنتس. لو اتقطعت الاكسترنسك ليجمنتس اللي هي ماسكه من الريدس الالنر يوم يحصل باتس كولد الالنر ترانسلوكيشن. لو حصل نوع من الويكنس اوف ذا اكسترنسك ليجمنتس يحصل ترانسلوكيشن. ماشي خلاص كده. لو ريد الاستانود مكسوره وكل الاكسترنسك ليم اللي هو الدورسال دايما بنتكلم على الاكسترنسك اللي لهم اهميه عندنا دايما الدورسال 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 معايا. لو ريد الاستانود مكسوره ممكن يحصل ترانسلوكيشن. ليه؟ لان هي دي اللي ماسكه الايه؟ يوم راح الله ترانسلوكيشن اوف ذا كاربس. تمام؟ يبقى انت عاوز ترجعها. كل الكلام اللي احنا بندور عليه عشان تو هاف ستيبل موبايل ستيبل اند موبايل جوينت. اذروايز هيحصل ايه؟ يو ران ذا ريسك اوف ارثرايتس بينفول. طبعا الناس كلها هاند 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 اللي دايما مانج باز جينيوس. لا طبعا هاند دي زي ما بقول للطلبه سي يور تول تو يور لايف لايف. تعرفش تاكل غير بايدك، تشرب بايدك، تلعب تنبسط بايدك، تعمل كل حاجه بايدك. ما ينفعش تعمل غير بايدك. رجل مقطوعة مش مشكلة هتجيب بروسيسز وهتركب. جرب كده يجيب بروسيسز. ما يقدرش يجيب بروسيسز في الهاند وات ايفر يو دو لان فيري فيري ديليكت فيري ديليكت. اي يعني عشان كده ماست بي مانج فور ذا سينيورز نوت جينيوس. مش معنى جينيوس ما يتعلموش، لا انا قصدي لازم ماست بي لوك افتر يو لوك افتر. الموضوع ده بايه؟ بالسينيور. لازم الناس تفهم ماشي خلاص. ده الفكره اللي احنا اتطبقنا عليها. قلنا بعد ما الله بيشا دي بس الجاست دايجرام تشو يو ازاي بيحصل نوع من الايه سوبانيشن والايه والترانسليشن. ده نيوترال ذا راديال ديفيشن ده الله ديفيشن. بيحصل ايه؟ ترانسليشن. طيب الله هي راح تجهد بليه بتروح كده ليجمنتس بيحصل لها نوع من الايه؟ تيفرنج فبتشدها. لما الليجمنت دي تتقطع ما يحصلش حكايه دي. فيحصل واتس كو في نوع من الانستابيلتي بيسموها ايه؟ انر ترانسلوكيشنز. يلا
اللي لازم طبعا زي ما في الراديال ديفيشنز معروفه برضو ان الاسكافولد بتبقى مع كده الاسكافولد بتبقى فليكس معايا و... ولما تعمل الار ديفيشن الاسكافولد بتبقى اكستند. ايه اللي يخليها كده؟ حاجتين، الكومبريشن من الترابيزيوم على الاسكافولد هما ايه خلاها فليكس ده جزء، والتيزرنج اوف ذا ليجامنتس الليجامنتس يعني لما بتعمل فليكشن تقوم تشد اليونيت معاها لانها الليجامنتس بتبقى الاسكاف اليونيت بس فيها تقوم تشد اليونيت معاها يبقى اليونيت تبقى الرو كله رايح تبقى فليكس. لما يتكسر لما يتقطع الليجامنتس يبقى الاسكافولد هتبقى فليكسد لكن مش هتشد اليونيت. يوم اليونيت رايحه مع مين؟ صاحبتها اللي هناك اللي هي التراكيت which is extended دايما تبقى extended. عشان كده يبقى بيسموها الضرط يعني الاستابيليتي بتاع اليونيت، اليونيت ممسوكه بالترايكيترم which is always extended والاسكافولد which is always flexed. لما الاثنين دول بيقولوا الاثنين يبقى لازم يبقى في وزنه يبقى الاسكافولد نيوترال اليونيت نيوترال. لو قطعت دي تروح مع الثانية ولو قطعت دي تروح مع الجهاز. فهمتني؟ واللي بيظبط برضو يبقى بعد الأرض ديفيشن من الاسكافولد اكستند بروكسيمال بول جوز بولر بولينج اليونيت انتو دورسيفليكشن لان بيعمل تيزرنج اوف ذا ليجمنتس لان بيحصل ستريتش على الليجمنتس. فهمتني؟ يعني ايه؟ ولما بتبقى كده الدليل على كده ما في قلنا ليه البوكس بروكسيمال بول بروح دورسل واخد بالك باي فليكشن يعني بيتزحلق على الايه اللي هو اندريل. في واتسون تيست، واتسون تيست اللي انت حضرتك بتعمله ها بتمنع الحكايه دي يوم كلانك يوم البروكسيمال بول قابب لفوق. هنتكلم عنه بس لما نيجي بس عادي عشان بس ما نضيعش وقت. اني واي اللي لازم تفهمه برضو من الحاجات الكويسه ان الهاميت الارتكريشن بينه وبين الترايكيترم هيليكويد يعني خلاص كده زي البريمه معايا. فلما بيجي يحصل اولر ديفيشنز زي ما قلنا ان اولر ديفيشنز الترايكيتر الهاميت على الترايكيتر بتاخد لو بوزيشنز لو بوزيشن ديستال اند دورس فليكشن دورس فليك بولينج اليونيت انتو دورس فليكس معايا يعني بتتزحلق على الترايكيترم بتتزحلق على الايه على الهاميت فبتاخد لو بوزيشن فبيبقى بتشد معاها الايه الليونين. في الراديال ديفيشن بتاخد هاي بوزيشنز يعني بتطلع فوق الايه الهاميت فبيحصل تاخد التايم بالمر فليكشن. anyway يعني شويه سوفيستيكيشنز يعني بس تفهموها ان برضو ان الارتكريشن بين الهاميت والترايكيترم له دور في عمليه ان هي تبقى اكستندد اليونيت اكستندد او فليكس مش جاست الايه البوزيشن مش جاست الاسكافويد والبريشر على الاسكافويد. معايا ولا مش معايا؟ تمام؟ نعدي anyway ال 75% من الفورس ترانسميت ثرو ذا ريست بيروح ثرو ذا راديوس 25 بيروح ايه؟ ثرو ذا ارم. تمام؟ تمام. يعني هي الكور يعني لو حصل حتى شلت الامر يبقى موست اوف ايه زي الايه الانكل يبقى 75% هيبقى اوفر ستريس على الايه؟ على الريدس يوم يحصل ارثرايتس. مشكله الكربون انستابيلتي بقى بصراحه ان هي مست طبعا يعني ما هذا الله به من سلطان يعني يجي لك العيان بعد شهرين كل العيانين دول ديسلوكيتد ريست معايا. فده من ليه؟ لانك بيبقى عندك مشكله الساينس بالرغم ان هي فيها بس بارادوكس بارادوكس ساينس يعني بالرغم ان الاصابه كبيره لكن العلامات اللي انت بتشوفها قليله فالناس بتفتكرها كلها سبرين ريست تريجر انجري يعني خلاص. الحاجه الثانيه الناس مش فاهمه يعني بتعمل اكس راي هو مش فاهم اصلا شكل الاكس راي الارينجمنت بتاع البون ايه فلا هو عارف يقرا ولا عارف يشخص